اذا مستمعنا اليوم في دوازتي غنقترح عليكم جوج الانواع ديال الكيك. الكيك الاول غادي نحتاجوا فيه بالمقادير الجوج ديال البيضات، كاس ونص ديال السكر سنيده كنعبروا بالكاس ديال العنبه، كاس ديال الزيت، كاس ديال الماء سخون يكون طايب، كيس واحد من الفاني، جوج حتى لثلاثة المعالق كبار ديال الكاكاو على حسب الرغبة، تقريبا ربعة ديال دقيق الفورس، خمارة واحدة ديال الحلوة. هادو هما المقادير. غادي نعاود باش نحضروا هاد الكيك، ممكن نسميوها الكيكة بالماء. فغادي نحتاجوا في المقادير الجوج ديال البيضات، كاسونس ديال السكر سنيدة، كاس ديال الزيت، كاس ديال الماء سخون طايب، هادو كنعبروهم بالكاس ديال العنبة، كيس واحد من الفاني، جوج حتى ثلاثة المعالق كبار ديال الكاكاو، ربعة ديال دقيق الفورس، وخمارة واحدة ديال الحلوة. هادو هما المقادير والطريقة سهلة. كيف كنخلطوا الكيك؟ يعني عادي، في كاس ديال الخلاط الكهربائي ولا بالطراب الكهربائي كنطربوا جوج البيضات، كنطربوهم مزيان هادوك جوج بيضات، ثم كنضيفوا كاسونس ديال السكر سنيدة، وحنا كنطربوا دائما كنضيفوا كيس واحد من الفاني، ثم كنضيفوا كاس ديال الزيت، قلنا كنعبروا بالكاس ديال العنبة، وحنا كنطربوا دائما هاد المقادير. من بعد كنضيفوا كاس ديال الماء سخون يكون طايب، وجوج ولا ثلاثة د المعالق كبار ديال الكاكاو. ملي كتخلطوا لنا هاد المقادير كلها، عاد كنضيفوا ربعة ديال دقيق فورس مع خمارة واحدة ديال الحلوى، يكونوا مغربلين واحد جوج ولا ثلاثة ديال المرات، وعاد كنضيفوهم على الخليط. كنتوقفوا على التطراب ملي كنضيفوا الطحين والخمارة، وكنخلطوا غير بمعلقة ديال الخشب، ومن بعد كناخذوا المول اللي كيدخل الفران، أي نوع من القوالب الكيك اللي عندنا على حسب الاختيار الشكل، كندهنوه مزيان بالزبدة، كنرشوا بدقيق ديال الفورس، ثم كنفرغوا هاد العجين ديال الكيك. ودائما ملي كنفرغوا العجين ديال الكيك، يعني هذاك الإناء اللي فيه هذاك الخليط ديال الكيك، فاش كنبغيو نخويوه على القالب ديال الكيك، نحاولوا دائما نهزوه الفوق ونخليوه هذيك الكيكه، يعني العجين ديال الكيك نازل، فكتجينا طالعه. وملي يعني ندخلوها الفران حتى كطيب وكتحمر، يعني الطريقه العاديه كيف كنطيبوا الكيك، كل سيده على حسب الفران ديالها. من بعد ممكن على انه ملي نخرجوها، اما ندهنوها بياغورت ديال الشوكولات مدوب مع، يعني مخلط مع الشوكولات الاسود، وممكن نديرو خطوط بالشوكولات الابيض، اولا ندهنو بالشوكولات ونرشو باللوز كونكاسي محمر، اولا بالكوك يعني ولا بالكاوكاو مهرمش. ممكن اننا نخلطو الشوكولات مع معلقات من الحليب مركز محلى، كتجينا ديك الصلصه ديال الشوكولات كتكون عاقده من الفوق، وكندهنو بها ونرشو باي حاجه بغينا، فكتجي ممتازه هاد الكيك، والطريقه ديالها سهله.